طبعا احنا بالامس تم اجراء عمليه جراحيه لمريض عمره 17 سنه يعاني من الجنف وجنف خلقي في العمود الفقري. قمنا بعمليه التصحيح بشكل سريع بزاويه انحراف تصل الى اكثر من 90 درجه نتيجه تشوه الفقره القطنيه الاولى ادت الى التشوه الشديد. تم اجراء عمليه للتثبيت واعاده هيكله العمود الفقري بقص اجزاء من الفقرات المشوهه، وتم التعديل بالتثبيت من الفقرة القطنية الثالثة في الأسفل إلى الفقرة الصدرية الرابعة. بشكل عام هو الجنف يقسم إلى عدة أقسام، ولكن القسمين الأساسيين هو الجنف التطوري أو الجنف المكتسب، وهو أكثر الأنواع شيوعاً وهو أكثر الأنواع سهولة في التعامل، يعني جراحياً العمليات بتكون أسهل من نوعية اللي هي الجنف الخلقي بسبب وجود انحرافات كبيرة جداً مع خلل في وتشوهات في نفس العمود الفقري. عمليات الجنف، تعديل الجنف عمليات معقدة وبتحتاج إنه تكون في كثير من التقنيات اللي بتساعد في إنه تخلي هاي العمليات أأمن وأسهل ونعدل أكثر. فاستخدام جهاز الملاحة بيساعد بكثير شغلات. أول إشي بيخلي الدقة تبعت وضع البراغي في ظهر المريض كثير أدق، وبيخلي حجم البراغي ممكن يكون أحسن وقوة ومتانة البراغي اللي بنحطها أقوى. فهذا بيساعد انه احنا نزيد درجة التعديل ونحط ضغط اكثر على انه نعدل المريض احسن. هاي جزئية. والجزئية الثانية طبعا اللي هي جزئية الامان، لانه دقة وضع البراغي بتخفف احتمالية انه يصير في اي مضاعفات من العمليات هاي. الثالثة المهمة جدا اللي هي تخفيف كمية الاشعة اللي بتعرض لها المريض والجراح والستاف المساعد لنا في العمليات. جهاز الملاحة عبارة عن جهاز بيساعدك بأنك أنت through real life time أنك أنت تراقب بالضبط وين الطرف البرغي اللي بيدخل في العظمة بالآخر وين بنتهي. جهاز الملاحة جهاز جديد في القطاع الخاص في الأردن، اسمه الـ O-Arm من شركة ميترونيك، مع جهاز أو تقنية الستيلث نافيجيشن نمبر 8 اللي هو الفيرجن نمبر 8 من هذا الجهاز. هاي أحدث ما هو موجود في السوق وأكثرها دقة، لأنه أنت بتعبارة عن تأخذ صورة طبقية داخل العملية، تقريبا صورة طبقية بتساعدك بأنك أنت تكون البراغي في قمة الدقة. فبترفع دقة وضع البراغي من حوالي 93-94% لحوالي 99%.